طيب كنا مكملين كلامنا عن الـ V-Ray materials، وكنا بنتكلم على الماب بتاعة الريفلكت، وكنت عايزة أأكد على الجزئية دي أو أوضحها. دلوقتي كنا بنقول إنه في الريفلكت حطينا ماب زي ما وصلناها هنا، حطيناها في الريفلكت وحطيناها برضو عن طريق المربع اللي هنا، الاتنين نفس الشيء، الاتنين نفس النتيجة. المهم إني حطيت ماب في الريفلكشن، وفي نفس الوقت جيت وأقدر إن أنا أختار قيمة من القيم اللي هي ما بين الأبيض والأسود في اللون اللي هنا ده. بس لو فاكرين كان لما بحط لون مثلا في الديفيوز أو أحط ماب، يعني ده يا ده بيظهر يا ده بيظهر. في الريفلكت برضو نفس الشيء، إلا لو أنا عملت حاجة، والحاجة دي هي إيه؟ أنا دلوقتي هخلي الريفلكت أبيض علشان يبقى اللمعان عالي، ونفهم ونشوف مع بعض الفرق ده بيحصل أو بيبقى تأثيره عامل إزاي. وده البريفيو بتاعي بتاع الخامة بتاعتي أو بتاع الماتيريال بتاعتي، تمام؟ وهنزل تحت زي ما قلنا في تاب اسمه مابس، لو هو مقفول فهاجي أفتحه، لو انا مش لاقي حاجه اكتر من كده هو اخر واحد تحت. هضغط على مابس دي و هدور على كلمه ريفلكت، ان انا عايزه الخامه بتاعه الريفلكشن او الماب بتاعه الريفلكشن. انا احط ريفلكت ماب، هطلع فوق شويه لغايه ما الاقيها. ادي الديفيوز وادي الريفلكت. لو فاكرين البامب مثلا كان اوتوماتيك بيكون 30 وانا اللي خليته 100، لكن بقيه المابس كلها بتكون مظبوطة على 100 إلا لو أنا عايزة أغير حاجة منهم، طبعا باستثناء برضو اللي هي الكود بامب دي برضو مظبوطة باي ديفولت، أنا مغيرتش فيها حاجة. لكن الأساسي يعني أو الديفولت التقليدي اللي عندي إنه كل المابس مظبوطة على 100. طيب أديكوا شايفين البريفيو اللي هنا ده، تمام؟ هو يعتبر ريندر قلنا في حد ذاته. وأدي الريفلكت اللي هي تاني أوبشن عندي، تاني اختيار عندي هنا، والماب اللي موجودة فيها. لو عايزة أشيل الماب هدوس هنا وأعمل كلير، بس أنا مش عايزة أشيل الماب، أنا عايزاها موجودة، تمام؟ أهي الماب بتاعتي، والرقم ده 100%. لو أنا جيت وخليت الرقم ده 50%، أنا عايزاكم تبصوا على الكورة اللي هنا على الشمال دي، أخليه 50 وأدوس إنتر. شايفين التغيير اللي حصل في شكل الكورة وشكل الرفلكشن بتاعتها؟ أنا هخليه 100 تاني وخليكم تبصوا، واخدين بالكم من الفرق؟ هرجعه 50. لما بخليه 50 بيخلي الرفلكشنز أو اللي هي حسابات الانعكاسات جزء منها بيعتمد على الماب، 50% منها بيعتمد على الماب الصورة بتاعتي، وال50% التاني بيعتمد على اللون اللي أنا حطيته هنا اللي هو كان لون أبيض. ممكن مش شرط ان انا اخليها 50 فقط، انا ممكن اخليها مثلا 20، يبقى انا كده بزود الاعتماد على اللون الابيض اللي عندي، والاقي شكل الماب عامل ازاي. ممكن اخليها 0 وازود الاعتماد على اللون الابيض تماما والغي الاعتماد على الماب. حتى دلوقتي انا لو جيت وشلت الماب دي من هنا، الاختلاف اللي حصل حاجة بسيطة جدا 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 تكاد لا تذكر، تمام؟ لو جيت وخليت الاعتماد كامل على الماب خليتها 100، شكل الرفلكشنز أو شكل الانعكاسات بتاعتي بيختلف تماما. أوكي، دي برضو كنت عايزة أوضحها لكم، وبرضو جربوها أنتوا بنفسكم في الأرضيات أو في أي حاجة عامة يعني هتستخدموا عليها الخامة علشان تلاحظوا الفرق بنفسكم. شوية بشوية إيدكم هتاخد على أعمل إيه علشان أوصل للنتيجة اللي أنا عايزاها. يعني الفكرة مش بس في إن أنا أعرف الحاجات اللي هنا وبس، الفكرة إن أنا أعرف الخامة دي دلوقتي شكلها كده ليه، وأوصل إزاي للشكل اللي في بالي، الشكل اللي أنا بتصوره، الشكل اللي أنا عايزة أقلده مثلا لو أنا بقلد صورة، تمام؟ ومش شرط يكون الحاجة مثلا ليها حل واحد زي حاجات كتير قوي بنتكلم فيها من أول ما اتعلمنا البرنامج. الموديلنج ممكن يكون ليه أكتر من حل، الماتيريالز ممكن يكون ليها أكتر من حل،
حسابات الإضاءة، أو إن المشهد بتاعي يبقى منير، أو أقلل الإنارة بتاعته شوية، أزود شدة الإضاءة فيه أو أقللها. ممكن أتحكم فيها عن طريق الكاميرات، ممكن أتحكم فيها عن طريق الإضاءات. حتى وأنا بتحكم عن طريق الكاميرات كان بيبقى عندي كذا أوبشن، بيبقى عندي 3 سيتنجز مختلفين، 3 خصائص للكاميرا مختلفين، كل واحد منهم بيأثر في الإضاءة وبيأثر في حاجة تانية بالتبعية في نفس الوقت، واتكلمنا عنهم كتير قبل كده، أو اتكلمنا عنهم بالتفصيل يعني، فمش هخش في تفاصيلهم طبعا دلوقتي، لكن لو عايزين تراجعوهم طبعا تقدروا ترجعوا للمحاضرة دي. طيب احنا كده نقدر نعدي جزئية الرفلكت اللي هي الانعكاسات. بعد كده عندي الرفراكت، والرفراكت ده هو الانكسار أو التشتت بتاع الأشعة بتاعتي. وأكبر مثال وأوضح مثال على الرفراكشن هو لو حطيت مثلا قلم في كوباية مية، بشوف كأن القلم ده مكسور، هو ده بالظبط الانكسار بتاع الأشعة بتاعة الضوء. ده بسبب إنه معامل انكسار الهواء بيختلف عن معامل انكسار المية، فبالتالي أنا عيني مش بتشوف الضوء كأنه مستمر، الضوء بيحصل له انكسار، بينكسر عن مساره، فأنا عيني بتشوف القلم كمان كأنه مكسور، مع إن القلم سليم والقلم قطعة واحدة عادي جدا. برضو نفس الشيء بنشوفه مثلا لو احنا بنحاول نشوف حاجة جوه حمام السباحة، بشوفها متحركة شوية عن مكانها. لو أنا بحاول أشوف سمكة جوه البحر، كل الحاجات دي أمثلة على الانكسار. حتى ممكن نبص كده سريعا، أهو انكسار الضوء زي ما انتم شايفين كده، اللي هو الشفاطة اللي داخلة دي ازاي اتكسرت بالشكل ده، أو القلم اللي داخل بيحصل له زي ترحيل بالشكل ده بسبب ايه؟ بسبب اختلاف معامل الانكسار. طيب معامل الانكسار ده انا ايه اللي خلاني ادخلكم في الفيزياء دلوقتي؟ هقول لكم، هرجع للماكس تاني. ايه اللي دخلنا في الفيزياء؟ هو انه تحت خاصية ريفراكت دي هتلاقوا مكتوب اي او ار، ومكتوب جنبها 1.6. لو انا عايزة يعني أبقى دقيقة قوي وعايزة أخش في التفاصيل دي، أو أنا مثلا بعمل خامة معامل الانكسار بتاعها بعيد قوي عن 1.6، الأحسن إن أنا أدخله بإيدي. بخش يعني بشوف، ببحث على الإنترنت الخامة اللي أنا بحاول أعملها دي، مثلا الخامة دي إيه؟ فضة، ذهب، معدن، مية، عصير، هوا، ايا كان بقى الحاجة، الخامة اللي انا بحاول اكونها في المشهد بتاعي او اظهرها في المشهد بتاعي. انا في الاخر بعمل خصائص الخامة عشان تظهر عندي في المشهد. بشوف الخامة دي، بشوف معامل الانكسار بتاعها كام، وادخله بايدي. تمام، باجي اكتبه هنا في الجزء اللي مكتوب عليه اي او ار، بحيث انه يتعمل لي حسابات الانكسار بتاعتها بشكل صحيح. لو جيت وكتبت على جوجل بمنتهى البساطة اي او ار اندكس، انا فتحت الموقع ده، هو تلاقي لي اول حاجة في النتائج يعني مكتوب فيه معظم انواع الخامات، مثلا الخامات المستخدمة بكثرة، الاكريليك جلاس، الهوا، الكحول، الالمنيوم، الاسفلت، مثلا لو جيت هنا التلج، الحديد، العاج، الرصاص. بعد كده عامل لي تقسيم بالحروف الأبجدية، فمثلا هنا حرف السي، هنا حرف الدي، هنا حرف الإي، وكل الحروف بقى لغاية الزد. فزي ما أنا عايزة، لو أنا عايزة أجي أدور على الخامة بتاعتي مثلا أشوف إيه معامل الانكسار بتاعها وأدخله بإيدي، ده ممكن يكون مرجعية كويسة جدا ليا. أنا دخلت بالظبط، كتبت IOR Index، طلع لي الجدول ده، مش شرط الموقع ده بالذات، لكن يعني أنا شايفة إن هو عملي، أنا شايفة إن الموقع ده كافي جدا. هبعتهولكوا برضو على الجروب بحيث لو حد
حابب ان هو يرجع له يقدر يرجع له. طيب دلوقتي بقى لو هنكمل كلامنا برضو عن الريفراكشن، الريفراكشن برضو بيدي تأثير، أو بستخدمه في خامة إيه؟ بستخدمه في خامة المراية، وكنت وريتهولكوا عفوا الزجاج، والزجاج والمراية الاتنين كنت وريتهولكوا لما قلنا إنه هنعمل رندر بالأوفررايد ماتيريال، فقلنا إنه محتاجين نعمل الإضاءات أو اللمبات بمعنى أصح، إن إحنا نعملها زجاجية بحيث إنه الإضاءة تعدي منها. أعتقد إن فاكرين الموضوع ده، لو مش فاكرين أدينا هنفتكر مع بعض إزاي نعمل خامة زجاج سهلة جدا وبسيطة جدا. أظبط بس الكاميرا بتاعتي على الأوبجكت اللي أنا عايزاه. تمام كفاية جدا. مش محتاجة كل التفاصيل دي، بس محتاجة بوكس وراها، بس مش مشكلة. نقدر نبص على المشهد ده بس كمثال، يعني أنا بس هستخدم الخامة، مش مهم خالص الموديل نفسه. طبعا خامة الزجاج انتوا عارفين بتستخدم في اللمبات، بتستخدم في المصابيح، يعني تستخدم ممكن في بعض الفازات، وتستخدم في الشبابيك، في كل الحاجات دي. فأنا لو جيت وهشتغلها كده لوحدها خامة الزجاج، أجيب خامة جديدة أسميها جلاس، وقلنا هروح عند الأول هنزلها على الشكل بتاعي. تمام، حتى ممكن اديها بس ديفيوز مختلف عشان نبقى شايفين الفرق. لو عملت رندر للمشهد بتاعي، هو اصلا المشهد بقى صغير خالص برضه، هنلاقيه بالشكل ده. مفيش اي خامات، يعني حتى الخامة عبارة عن فقط لون، وما ظبطتش اي حاجة تانية في الخصائص بتاعتها. لو جيت وقلنا هنخلي الريفلكشن بتاعها واحد، أو اللي هو يعني عفوا الريفلكشن بتاعها أبيض تماما، والريفراكشن بتاعها كمان أبيض، وهنعمل رندر نلاقي الكورة بتاعتنا بقت شفافة بالشكل ده. ممكن نروحها من فوق شوية، واحدة صفر. تمام، بقت بتشفلي الشكل اللي ورايا، اللي وراها يعني، اللي هو المكعب اللي ورايا هنا ده. الأول كان معاها الخامة دي كانت مش شفافة، دلوقتي بقت شفافة، مبقتش شايفاها، بقت تماما ورياني الشكل اللي وراها. تمام، فدي يعني أبسط حاجة ممكن أعمل بيها خامة الزجاج. طيب إيه تاني في خصائص الخامات النهاردة مهم نتكلم عليه ونخلصه؟
بما ان احنا بنتكلم عن الريفلكشن والريفراكشن. دلوقتي احنا لو فاكرين في خامة الخشب دي اللي اتكلمنا عليها من شوية قبل البريك، قلنا انه لما بحط الخامة الابيض واسود دي في خانة او في العين او المكان بتاع الريفلكشن ماب، بخلي الاجزاء اللي لونها اسود مش بتعكس الاضاءة، والاجزاء اللي لونها ابيض بتعكس الاضاءة. وطبعا لو في تدرجات من الرمادي، فكل ما كان اللون فاتح، الرمادي الفاتح القريب من الابيض بيعكس الاضاءة بشكل اكبر، وكل ما يقل او يقرب ناحية الاسود بيبقاش عاكس للاضاءة. طيب احنا دلوقتي هنعمل مع بعض شكل مختلف. خلينا برضو نفترض ان هو ممكن يكون حائط او ورق حائط مثلا، وهقول لكم ليه بفكر في ان هو ورق حائط. الكرة دي بالنسبة لي دلوقتي مش مهمة أوي، مش مؤثرة، هي كده كده شفافة. أنا عايزة أجيب خامة جديدة، الخامة اللي هنا دي، وقلت فرض إنها wallpaper مثلا، وهديها لون من الألوان، مثلا اللون ده أصفر أو بيج، يعني تمام ظبطت اللون كده. لا مش عايزة ده، هنزل اللون ده على الخلفية بتاعتي اللي ورا. تمام، وأنا اللي بفكر فيه إنه الوالبيبر بتاعي يكون فيه بعض الأجزاء بتلمع وبعض الأجزاء مت، وهستخدم في ده باترن عندي. الباترن ده أبيض وأسود عن طريق الماب بتاعة الريفلكشن ماب. طيب خلونا نجرب مع بعض. أنا بقول هخلي بعض الأجزاء مت وبعض الأجزاء لامعة. إزاي ممكن أعمل حاجة زي دي؟ هجرب أحط ماب في الريفلكشن ماب، فتحتها كده، أروح على الديسكتوب عندي بلاك أند وايت ماتيريالز، ومثلا هاخد الشكل الزجزاج ده، حلو جدا عاجبني. تمام، وعايزة أطبقه على الحائط بتاعي. طبعا معرفش انتوا شايفين دلوقتي بوضوح ولا لأ، لكن دلوقتي هفتح البريفيو. الشكل الزجزاج الباترن أو الرسمة اللي كانت عندي ظهرت على الكورة، يمكن مش واضحة قوي لكن هي ظهرت على الكورة، وبقى فيه بعض الأجزاء بتلمع وبعض الأجزاء مت، بعض الأجزاء بتلمع وبعض الأجزاء مت. طبعا اللي بيلمع هو الأبيض واللي مش بيلمع هو الأسود. لو جيت وعملت شيفت كي وكده هعمل رندر، الإضاءة هنا مش مساعدة قوي. لكن لو بصينا هنا هنلاقي باين الزجزاج، الباترن الزجزاج بشكل بسيط. ممكن نشيل الكورة دي دلوقتي، وممكن كمان نصغر الباترن لو عملنا ال UVW map ونخليها بوكس. عايزة أبعد الكاميرا شوية. تمام، ونعمل رندر بالشكل ده. الباترن كبير قوي لو واخدين بالكم، ادي دي ده شكل، دي واحدة من الباترنز زي 7 8 كده، ودي دي تانية بمشي عليها بالماوس. فانا لو جيت وعايزة اصغر البيت ماب، او عايزة اغير اليو في دبليو ماب سوري، وعايزة اخليها شكلها على الشكل يكون اصغر من كده، لكن انا ببص في الفيو بورت انا مش شايفة حاجة، اللون مش واضح بالدرجة الكافية. انا ممكن اعمل ايه؟ لو فاكرين كنت عشان اظهر الماتيريال في الفيو بورت كنت بضغط على show shaded material in viewport. تمام، انا ممكن اعمل ده على الماب لوحدها، هضغط على الماب واقول عليها هي show shaded material in viewport، فهيظهر لي الماب بتاعتي على الحائط بتاعي اللي عندي في المشهد
بتاعي. تمام، ادي لو ده كله الحائط فهو فعلا الباترن كبير قوي. تمام، فانا عايزة دلوقتي اتحكم في مقاس الباترن، هختار البوكس تاني، هختار اليو في دبليو ماب، هبتدي ان انا اصغر البوكس بالمقدار الكافي بالنسبة لي، اللينث مش بيأثر، الهايت هو اللي بيأثر. انا عايزة الحائط بتاعي يكون شكله مثلا بالشكل ده. تمام، ده مناسبني جدا، هعمل رندر وابتدي ان انا اشوف تأثير الأجزاء المط والأجزاء اللامعة على الحائط بتاعي. طبعا الباترن ده أنا جايباه أبيض وأسود تماما عشان يبان الفرق. ممكن أعمل في حاجة فيها درجات الرمادي وأشوف الفرق بطريقة مختلفة وبشكل أوضح. يعني ممكن أعمله بأي نقشة تانية، طبعا مش شرط يكون الزجزاج. ممكن لو أغير اللون أشوف بشكل أفضل. ممكن أغير في الخصائص مثلا وأدمج ما بين إنه الماب مع اللون، وأشوف أنه اللي هيعمل لي النتيجة اللي أنا عايزاها. تمام، وأجرب لغاية ما أحصل على النتيجة اللي أنا عايزها. ممكن أغير اللون طبعا، اللون السمع، اللون البينك الفاتح ده، كده ضعفت التأثير، إن أنا قللت من تأثير الماب، المية هتكون أقوى. ممكن أغير اللون الفاتح ده مثلا، لو غمقت اللون شوية أجرب، هنا أوضح بكتير، في أجزاء عكست الإضاءة وفي أجزاء مش عكسة الإضاءة. وعرفت منين إن هي بس إن هي إضاءة مش لون؟ بصوا تحت شايفين لما جيت ظل هنا، شايفين التأثير اللي حاصل مختلف ازاي. ده طبعا ممكن اطبقه على حائط يبقى شكله حلو جدا، ممكن اطبقه على قماش، ممكن اطبقه على حاجات كتير. ممكن لو حابة احط نفس الماب في البامب، حاجة بسيطة تخلي الموضوع اوضح. شايفين بقى واضح ازاي؟ ممكن اخلي الجزء المط هو اللي يكون بارز بدل الجزء اللامع لو انا عايزة. ساعتها هحتاج ان انا هقلب الماب، يبقى اجيب الكالر كوركشن واحطها هنا في النص صح كده، واعمل انفيرت وبصوا على الكورة بتاعتي. لسه ما عملتش لود. تقريبا معلقة، مش مشكلة. المهم انه مثلا دلوقتي انا عملت بومب، بس هحتاج ان انا اقلل البومب شوية لان هي عالية قوي هنا. اقللها، خليها مثلا 15 او 10 حتى، واجرب اعمل رندر واشوف هل ده خلاها شكلها واقعي اكتر ولا خلاها شكلها مش واقعي. مثلا بعض انواع الوول بيبر بيكون ليها ملمس بارز شوية، فده ممكن البامب ده يخلي انه ماشي شكل واقعي. ممكن لو زودت قوي يبقى شكله مش واقعي، فبرضه اتحكم اخلي بالي السنة او الحد الفاصل ما بين ان الحاجة يكون شكلها واقعي والحاجة شكلها غير واقعي. ممكن كمان بعد كده نشوف ازاي ان انا احط ملمس او تكستشر مع مع باترن يعني زي كده بالشكل ده، نشوفه في المرة الجاية ان شاء الله. ايه تاني؟ طيب احنا كده شفنا ازاي ممكن احط الماب دي
في الريفلكشن، تمام، الماب اللي لونها ابيض اسود. انا هاخدها نفسها، او مش نفسها، انا هاخد قيمة الزجاج دي، والمرة دي انا عايزة اعملها patterned plus، عايزة زجاج يكون عليه نقشة معينة. طيب الخامة دي أنا عشان نسختها دوست شيفت وسحبتها، فهي نفس خامة الزجاج، أنا بس غيرت اسمها عشان يبقى دي واحدة ودي تانية، تمام. وهاجي هستخدم معاها الخامة دي، هنسخها كده، هاخد الماب دي، يعني عايزة استخدمها الماب دي. المرة دي أنا بفكر فيها في حاجة تانية، بفكر لها في حاجة تانية، أو حتى بلاش الزجاج ده خالص، أنا هخليها، هجيب ماب تانية من الصفر، تمام، بري ماتيريال، أوكي، وهديها لون أحمر مثلا، مشيها بالشكل ده. والمرة دي أنا عايزة أتعرف على حاجة جديدة من الخصائص بتاعة الخامات اسمها الأوباسيتي. الأوباسيتي بمعنى إن أنا أشوف الحاجة، يعني الشفافية بتاعة الحاجة، لو هي الحاجة شفافة يبقى الأوباسيتي بتاعتها عالية. طيب لو أنا دلوقتي جيت ومسكت الخامة دي، ادي المابس بتاعتي اللي تحت، الخامة بتاعتي اللي انا رسمتها جديد دي، هلاقي هنا مكتوب opacity، همسك الماب بتاعتي دي واحطها في، هوصلها كده في ال opacity، وعايزاكوا تبصوا على البريفيو بتاعي ده، الكرة بتاعتي تقريبا كده شكلها اتقطع. طيب انا هاجي وانزلها على بس مش عايزة اخد وقت كتير في الرندر، فهخفي الحاجات دي، هنزلها على الكورة دي، او هنزلها حتى على المستطيل اللي هنا عشان الموضوع ملوش علاقة خالص بالزجاج، انا مش عايزاكم تتلخبطوا، هنزله على البوكس ده. طيب تمام، هنزل الخامة على البوكس اللي قاعد هنا ده، وهبتدي ان انا اعمل رندر، ممكن اعمل رندر جزئي، هلاقي ان البوكس بتاعي اتأثر بالخامة دي اللي هي اسمها الاوباسيتي الشفافية، وبقى في أجزاء منه شفافة وأجزاء منه غير شفافة. قلنا برضو أنا ممكن أجي أظبط الماب بتاعتي في المشهد، أضغط على الماب نفسها الصورة وأقول له show shaded material in viewport، بحيث إن أنا أشوفها على الشكل بتاعي، أنزل UVW map وأخليها بوكس، وأظبط مقاس الماب بالشكل اللي يريحني، مفيش مقاس محدد عادي، انا بشوف ايه اللي شكله حلو على البوكس بتاعي، تمام، عادي خليه بالشكل ده، وهاجي اعمل عليه رندر لوحده. الجزئية اللي هو فيها هنا دي، في أجزاء من البوكس بقت شفافة وأجزاء غير شفافة، أنا طبقت الخامة على جميع الأسطح، فعشان كده كل الأسطح بقى فيها أجزاء شفافة وأجزاء غير شفافة،
ممكن اختار ان انا اطبقها على سطح واحد، ممكن ان انا استخدمها في تطبيقات مختلفة كتير. بس خلينا نكمل التطبيقات دي المرة الجاية، ما بقاش طولت عليكم كتير، كده كده هراجع جزئية الأوباسيتي دي سريعا في أول المحاضرة الجاية بإذن الله، ونكمل بقية الخصائص.